السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. ما أبرز المسارات المتوقعة لقضية فلسطين عام 2020؟ هل تتصاعد أزمة المشروع الوطني الفلسطيني؟ وكيف يمكن للقيادة الفلسطينية الخروج من المأزق الحالي؟ وفي زهرة المدائن، الاستيطان والاستيلاء على البيوت في سلوان بالقدس المحتلة. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين، جيش الإنقاذ العربي عام 47 و900 وألف، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. حمل عام 2019 تصاعدا في أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، وتدهورا في مسار المصالحة، وفشلا في مسار التسوية، ومزيدا من الضغوط الأمريكية لفرض التصورات الليكودية الصهيونية لحل القضية الفلسطينية. وحمل في الوقت نفسه صمودا للمقاومة الفلسطينية، وإبداعا في مسيرات العودة، وثباتا للشعب الفلسطيني على أرضه في مواجهة برامج التهويد والاستيطان. فهل يحمل عام 2020 اختلافا كثيرا عن سابقه؟ نحاول الإجابة عن هذا السؤال وأسئلة أخرى في هذه الحلقة الاسترشفية مجموعة من الأسئلة والمسارات المتعلقة بقضية فلسطين لعام 2020، مع ضيوفنا الكرام. معي في الأستوديو الدكتور أمجد جبريل، باحث متخصص في الشؤون العربية والإقليمية. مرحبا فيك معنا دكتور أمجد. كما يسعدنا أن نرحب عبر خط الهاتف بالدكتور فايز أبو شمالة، الكاتب والمحلل السياسي، الذي ينضم إلينا عبر الخط الهاتف من غزة. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا هلا بكم وبمشاهدي فضائية الرافدين. الله يحييك. اسمح لنا أن نبدأ بمشاهدة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله. كما أن الأشياء تقدر بخواتيمها، ففي عالم السياسة تقدر باستشراقاتها، حيث أن عام 2020 لا يحمل تطورا إيجابيا نحو القضية الفلسطينية، بل مزيدا من الأزمات المرشحة في ظل تراجع المشروع الوطني الفلسطيني، بدءا من الأزمات المزمنة في القيادة والمؤسسات التمثيلية الفلسطينية كمنظمة التحرير والسلطة، ومرورا في التنازع على الأولوية بين مساري التسوية والمقاومة ومحاولة فرض الهيمنة وتطويع قطاع غزة، واستمرار العقوبات على القطاع، وحل المجلس التشريعي بشكل غير دستوري، ومحاولات الاستقواء ببيئة عربية ودولية مخاصمة أو معادية لتيارات الإسلام السياسي ولخط المقاومة. وجدنا أن الأنظمة العربية ذاتها اليوم هي في تراجع كبير في دعم القضية الفلسطينية. أنا أتحدث على صعيد الدعم الرسمي من الأنظمة العربية، سواء للسلطة الفلسطينية، أتحدث على صعيد الدعم الشعبي والمالي والعسكري للمقاومة الفلسطينية. اليوم الأنظمة العربية تلاحق
كل من يهتف باسم فلسطين أو يطالب بدعم فلسطين في الدول العربية. ما سبق يشير بشكل قوي إلى السلوك التأزيمي، خصوصا مع استمرار سياسة الاستيطان الصهيونية الممنهجة في الضفة الغربية واتخاذ القرارات التي تقضي بتهجير أهالي مدينة القدس ووضع مزيدا من الزيت على نار الانقسام، ما أدى إلى تراجع مسار بناء الثقة نحو المصالحة الوطنية وضرب الأسس التي يمكن أن تبنى عليها الشراكات الوطنية التعددية وتداول السلطة تحت مظلة منظمة التحرير، إضافة إلى إصرار رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح على متابعة الانفراد بالهيمنة على الساحة الفلسطينية وتطبيق سياسات مخالفة للتوافقات الفلسطينية وحتى للرأي العام الفلسطيني ومتابعة التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما يتسبب بمزيد من العزلة لحركة فتح. بالتأكيد لن يستمر طويلا عندما يدرك المشاهد العربي والرأي العام العربي والإسلامي صوابية الطرح الفلسطيني في أنه بحاجة إلى كل الأطراف، إلى إيران وإلى المملكة العربية السعودية وإلى كل الدول العربية وإلى كل شعوب الأمة العربية والإسلامية، كون أن القضية الفلسطينية هي ليست للفلسطينيين بل هي قضية كل مسلم ومسيحي على هذه المعمورة. ومع استمرار الاحتلال والحصار وانسداد آفاق التسوية وفشل السلطة سياسيا واقتصاديا، فإن البيئة الخصبة للمقاومة ستظل حاضرة وستتابع إبداعاتها بأشكال مختلفة، ولا يستبعد أن تتشكل في رحم 2020 بيئة انتفاضة جديدة بالتزامن مع استمرار محاولات تطويع قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة التي تنذر بتفجير الوضع في القطاع وبحرب جديدة في ظل بيئة عربية ودولية معادية للمقاومة وإصرارهم على التطبيع مع الاحتلال المنعم بالدعم الأمريكي وتزايد هيمنة اليمين الصهيوني الذي يكمل المشهد المتأزم القادم على القضية الفلسطينية عام 2020. مرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ومرحبا بضيوفي الكريمين، ضيفي في الاستوديو الدكتور أمجد جبريل الباحث المتخصص في الشؤون الإقليمية والعربية، أهلا وسهلا فيك دكتور مرة أخرى. وبضيفي من غزة الدكتور فايز أبو شمالة أيضا الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك معنا دكتور. اسمح لي أبدأ بالدكتور أمجد، نحن عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية أو المشروع الوطني الفلسطيني فالحديث ليس عن عام مضى وعام أتى، وإن كنا نحاول استشراف العام 2020 في ضوء ما حصل في عام 2019، لكن بصفة عامة كيف تصف الوضع الفلسطيني، القضية الفلسطينية في ضوء الأزمات التي تمر فيها، حيث أننا سنتعرض لها يعني أزمات المشروع الوطني الفلسطيني في الآونة الأخيرة؟ لو سمحت لي أولا أنا أريد أن أركز على انعكاسات البيئة الدولية والإقليمية على المشروع الوطني الفلسطيني. علينا أن نذكر في هذا العام أنه هذا عام انتخابات رئاسية أمريكية وانتخابات تجديد نصفي في الكونغرس في شهر نوفمبر المقبل، وهذا بالتأكيد يترك انعكاسات على القضية الفلسطينية من حيث أن المكون الدولي في القضية الفلسطينية هو مكون عالي، بمعنى أنه حدوث استقطابات دولية أو حدوث تولي مثلا رئيس أمريكي يميني يحمل توجهات يمينية، هذا يؤثر كثيرا على مسارات القضية الفلسطينية. من ناحية أخرى هناك وضع يتبلور يكاد يكون يقترب أنه نحن ندخل على حالة توازن دولي جديدة فيها بروز للقطب الروسي، كما نرى في أزمات عديدة، مثلا واحدة منها الأزمة الليبية، الأزمة السورية هي أوضح مثال لهذا. هناك أيضا زيارات الرئيس بوتين إلى السعودية والإمارات التي كانت في الصيف الماضي، والتي تعكس أيضا أن هناك تقدما روسيا نحو المنطقة بصورة مصور. علاقات مصرية روسية أعتقد أنها جيدة، هناك لاعبين محليين كثيرون يحبون أن يكون علاقة وطيدة بروسيا. الصين أيضا أصبح لها ربما في هذا العام بعض المواقف التي قد تؤشر إلى أنها ستهتم أكثر بالقضايا الدولية، وبالمناسبة كان مؤتمر البحرين الذي كان في شهر يونيو الماضي، كان الصين وروسيا رفضتا الحضور في هذا المؤتمر، وهذا مؤشر في رأيي على أنه النظام الدولي يدخل إلى حالة توازن ثلاثية، بمعنى واشنطن، موسكو، بكين، هذه العواصم الثلاثة قد تكون هي التي ستلعب دورا في المرحلة المقبلة. كيف ينعكس كل ذلك على القضية الفلسطينية؟ إذا نشط الدور الروسي، ولدينا مؤشر أنه هي استضافت حوار الفصائل الفلسطينية في فبراير 2019، نعم، محاولات عديدة. طبعا أنا مدرك أنه لم يوقع بيان في النهاية، ولكن وبقي هناك انقسام فلسطيني طبعا، لكن مع ذلك ما أقوله هو أن النفوذ الأمريكي يتراجع قليلا عن الشرق الأوسط، وهناك رغبة لدى الرئيس الأمريكي في أن يخفف التزاماته في الشرق الأوسط. يبدو أن الرئيس ترامب يعني حريص على أن
يفي ببعض وعوده الانتخابية، وطبعا هو لديه قاعدة إنجيلية شعبية عالية جدا، وبهذا المعنى هو يدعم إسرائيل لأقصى درجة. نعم. وفي نفس الوقت يضغط على القطب الإيراني في المنطقة، بمعنى أنه يعني إذا استعادت موسكو شيئا من الحضور في المنطقة أو زادت من الثقة التي تعطيه للمنطقة، مثل التفاهم بالمناسبة الروسي التركي مؤخرا حول الملف الليبي، هذا يعزز الرأي بأنه نحن دخلنا في مرحلة جديدة فيها بحث عن إطار جديد للتسوية مختلف عن إطار مدريد وأوسلو. يعني أنا في رأيي أنه إطار مدريد وأوسلو خلاص انتهى من ناحية الفعلية الزمنية، لم يعد صالحا، وأن هناك بحثا عن إطار جديد. وقد يشجع هذا الشيء، قد يشجع حراكا شعبيا فلسطينيا، واعتقد انه هذا مهم جدا في هذه المرحلة. وهنا نتوقف للحديث عن الموقف الفلسطيني، اين نحن الفلسطينيين من ذلك يا دكتور فايز؟ يعني وسط هذه التغيرات الإقليمية والعالمية، الفلسطينيون منقسمون بين ضفة وغزة، بين تيار تسوية وتيار مقاومة، وبالتالي نحن الفلسطينيين حضورنا للأسف ضعيف على صعيد ذلك، يعني كعامل مؤثر في هذا الصراع. التحية لك بداية ولضيفك السيد أمجد ولمشاهدي فضائية الرافدين، وأثني على ما جاء في حديث ضيفك حول التطورات الإقليمية وتأثيرها على القضية الفلسطينية. نعم. وأقول سيبقى الوضع الفلسطيني متأثرا بهذه التغيرات الإقليمية، ولكن يبدو أن الحالة الفلسطينية حالة استثنائية في الضفة الغربية وغزة، تتمثل بالقدرة الإسرائيلية حتى هذه اللحظة على النجاح في مواصلة التعاون الأمني بين المخابرات الإسرائيلية والفلسطينية، وهذا بحد ذاته أكبر محبط أو محبط لأي تحولات دراماتية على الأرض تأتي بمعطيات جديدة تغير ما مضى من سنوات. رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل، ورغم التوسع الاستيطاني، ورغم الإعلان العلني على الأصناع الإسرائيلية بضم غير الأردن، نعم، يبدو أن لدى المخابرات الإسرائيلية معطيات تؤكد بأن الوضع في الضفة الغربية مضبوط بيد السلطة الفلسطينية ومضبوط بيد جهاز المخابرات الفلسطيني وغير قابل للانفجار. فإذا انتقلت من الضفة الغربية إلى غزة، أصل بأن غزة في وضع الآن لا يمكنها من خوض معارك منفردة في هذه الساحة أو في هذه البيئة غير الداعمة للمقاومة. ثم بتقدير أن حالة التوازن التي وصلت إليها المقاومة تخدم فكرة بقاء المقاومة على قيد الحياة في هذه المرحلة انتظارا لما يحدث من تغيرات إقليمية. بالمآل النهائي أنا أقدر لم يحدث أمر إلهي بوفاة رئيس السلطة الفلسطينية أو بأحداث يسيمة داخل الضفة الغربية ستبقى الأوضاع على ما هي عليه، بل أكثر سوءا وأكثر تعرضا للاغتصاب الأرض والإيذاء للإنسان الفلسطيني. بالمناسبة لابد من التذكير، نعم، أن المخابرات الإسرائيلية بذكائها استطاعت أن توظف أكثر من 250 ألف عامل فلسطيني في المستوطنات الإسرائيلية، وهؤلاء العمال العاملين في المصانع والورش والمزارع الإسرائيلية في حد ذاتهم نقطة لجم لأي حراك ضفة غربية قد يؤثر على الاستقرار والأمن القائم هنا. نعم، أرجو أن تبقى معنا دكتور. أرحب الآن بضيفي من غزة أيضا عبر الأقمار مباشرة، الدكتور ناجي الضاضة الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا بك ولضيفيك الكريمين والجميع المشاهدين. حياك الله دكتور. طبعا بدأنا بالحديث عن تأثيرات الإقليم والعالم في القضية الفلسطينية، وكذلك تحدث الدكتور فايز مشكورا عن الوضع الداخلي في الضفة والقطاع بتوصيف يعني يشكر عليه، وهذا يدفعنا للسؤال عن كيف تتوقعون أن يكون عام 2020 بالنسبة للقضية الفلسطينية. أنا أسأل عن عام لأنه العام الماضي 2019 حمل تطورات خطيرة وجسيمة جدا لحقت بقضية فلسطين، بدءا بالقدس وليس انتهاءا بقضايا أخرى كثيرة تتعلق بأونروا مثلا وغيرها من القضايا. أنا في تقديري أن العام الحالي منذ بدايته قد شهد تأثيرات مباشرة من نهايات وإرث من نهايات العام الماضي،
بمعنى على الجانب الإسرائيلي وهو مؤثر أساس في القضية الفلسطينية لم يتم تشكيل حكومة إسرائيلية، وهذا سيمتد بشكل طبيعي ربما إلى منتصف 2020 هذا العام، ونحن هنا أمام حالة عسكرية وأمنية تواجه القضية الفلسطينية لا ترى أفقا حقيقيا واستراتيجيا لمآل تغيرات حقيقية، بمعنى أن شكل المواجهة مع قطاع غزة يبدو أنه سيبقى على ما كان عليه في عام 2019، أي أن استراتيجية أفيف كخافي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي ستبقى ماضية في ظل عدم وجود حكومة مستقرة، أي مواجهات بين الحروب حالة من التصعيد مع قطاع غزة في حين يتم إنهاء حالة التصعيد بعد ساعات لا يتجاوز الأمر أكثر من 24 إلى 48 ساعة. لكن في هذه الحالة هناك متغيرات لا أحد يضمنها، هو العودة مرة أخرى إلى سياسة الاغتيالات، وهذه السياسة التي ابتدأها أفيف كخافي كرئيس لهيئة الأركان في عامه الأول من الخدمة في ظل غياب وزير دفاع يتابع عمله بشكل مباشر وعدم وجود حكومة مستقرة ورئيس وزراء تلاحقه ثلاث قضايا بالفساد وكذلك ثلاث مواجهات عسكرية لا يعتبر فيها الجيش الإسرائيلي قد نجح. نعم. على الجانب الفلسطيني كان الأمل كبير بالذهاب إلى انتخابات فلسطينية، وبالتالي نحن أمام تعثر حالة المصالحة الفلسطينية عندما يقف رئيس السلطة ويتراجع عن إصدار المرسوم الذي طلب من أجله شروط ربما كانت تعجيزية من وجهة نظره، لكن الفصائل الفلسطينية وتحديدا هنا حركة حماس قد وافقت عليها جميعا كمفتاح أساس للدخول في المصالحة الفلسطينية. نعم. وإنهاء حالة الانقسام المستمرة لأكثر من 12 عاما، هذا الأمر يبدو أنه لن يتم حسمه، وننتظر هنا المرسوم الرئاسي، لكن يبدو أن حركة فتح قد حسمت أمرها أنها لن تصدر المرسوم الرئاسي قبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، بمعنى أن الشأن الإسرائيلي سيكون مؤثر في هذه الحالة بشكل كبير. نعم. في الوضع الإقليمي نحن نرى أن الإقليم بشكل عام غير مستقر، وبالتالي هذا يلقي بظلاله على أن القضية الفلسطينية ليست رقما أول أو ثاني على متخذي القرار في المنطقة. واضح دكتور، وهذا يدفعني للسؤال، يعني كأن هناك دكتور أمجد من هو معني ببقاء الحالة الفلسطينية على هذا الوضع، كأن هذا الوضع هو الوضع المثالي بالنسبة للاحتلال الصهيوني وبالنسبة لكل الأطراف المستفيدة من بقائه، سواء انقسام فلسطيني، استفراد بالضفة الغربية على يد حركة فتح والسلطة، وبقطاع غزة على يد حركة حماس، وهكذا دون أن يكون هناك بالفعل تطور أو تصاعد إيجابي بالنسبة للمشروع الوطني والقضية الفلسطينية. نحن نعود إلى الخلف وبسرعة هائلة جدا، والمشكلة الأكبر أن لا يوجد يعني الطرف يمكن أن يوقف هذا التدهور والتردي في الحالة الفلسطينية. وأنا رأيي الشخصي دائما أنه حركات التحرر الوطني الفلسطينية التي هي الحالة الأمثل لدراسة القضية الفلسطينية دائما تعتمد على عامل ذاتي، عامل وطني، عامل داخلي. نعم. لكي تنهض أو لكي ترتفع. لست أجادل فيما تفضل فيه الدكتور فايز أو الدكتور ناجي من انعكاسات إقليمية حقيقية ودولية على القضية الفلسطينية، لكن يبقى دائما أن السفينة الفلسطينية قادرة على أن تنطلق إذا توفر عنصر الإرادة الذاتية. يعني مثلا في عام 65 عندما شكلت منظمة التحرير الفلسطينية، أنا لا أعتقد أن هناك كانت بيئة إيجابية جدا أو يعني متفقة مع هذا. طوال الوقت هناك أكاديميون فلسطينيون يقولون هذا الكلام، أن البيئة الدولية والإقليمية ليست مواتية بشكل كبير للقضية الفلسطينية، لكن الذي يجعل فلسطين رقما هو لجوءهم إلى المقاومة، هو إصرارهم على تأكيد حقهم الوطني والشرعي في هذه الأرض. مثلا مسيرات العودة على حدود قطاع غزة التي انطلقت في أواخر آذار مارس من عام 2018 هي شكل من أشكال العمل الإبداعي الذي يمكنه أن يعيد الزخم إلى القضية الفلسطينية. وأنا رأيي أنه نستطيع أن نؤثر، لكن هو بشرط معالجة الاختلال الداخلي اللي في القضية الفلسطينية. يعني بمعنى آخر التهميش ليس قدرا،
وقضية فلسطين يمكن أن تصفى نعم، ويمكن أن تتعرض لمخاطر حقيقية، لكن أيضا يمكن أن تنهض. هذا يتوقف على كيف يضبط الفلسطينيون تفاعلاتهم الداخلية، ولذلك يعني الحقيقة تعطيل مسارات المصالحة الفلسطينية أو تعطيل البعد الشعبي في المقاومة أو تعطيل حراك فلسطيني الخارج، كل هذه الأشياء تلقي بظلال سلبية على القضية الفلسطينية. نعم. ولكن لازلت أقول أنه القضية الفلسطينية تستطيع أن تثبت نفسها وتستطيع أن تكون رقما في هذه المعادلة. كيف يمكن أن يكون ذلك دكتور فايز؟ يعني وفق أي قاع كما تفضل الدكتور تضبط الأطراف الفلسطينية أداءها تجاه هذه القضية؟ وكيف يمكن بالفعل الإفلات من هذا الفخ الذي وقعنا به جميعا؟ يعني في تقديري الانقسام الفلسطيني هو حجر الرحى الذي تكسرت عليه الإرادة الذاتية التي تحدث عنها ضيفة الاستوديو السيد أمجد. الانقسام الفلسطيني صناعة إسرائيلية تم تصديره إلى غزة والضفة الغربية لتبقى حالة فلسطينية ضمن ما هي عليه الآن. وضيفك يعني دكتور، يعني دكتور إذا كنا نعرف أنه صناعة إسرائيلية ما زلنا حتى الآن واقعين في هذا الفخ وفي هذا المأزق، هل هذا معقول منذ 2007 حتى الآن؟ تمسك بزمام الأمور وتحول دون أي تحرك شعبي أو مقاوم أو وطني فلسطيني. مأساة الشعب الفلسطيني تتمثل بهذه القيادة التي كتبت كتابة على الشعب الفلسطيني بعقد كاثوليكي لا سكت منه منذ سنة 1965 حتى هذه اللحظة. ونقول هذا هو المرض الفلسطيني. كيف يتخلص الفلسطينيون من هذا المرض؟ كيف يصل الفلسطينيون الأجواء الديمقراطية؟ كيف ينتخب الفلسطينيون قادتهم؟ كيف تلتقي التنظيمات الفلسطينية وتتفق على برنامج عمل؟ هذه قضايا قد يجب أن تكون يشتغل الشاغل بمعنى آخر ضمن هذه الحالة الفلسطينية، ضمن منطق الانقياد للتفرد بالقرار والتسلط على القرار والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية وعدم تطبيق ما صدر من قرارات سواء من المجلس المركزي أو حتى من المجلس الوطني. أنا أقول نحن نسير في الهباء أو في العبث السياسي، ولا مخرج للقضية الفلسطينية إلا بإيجاد القيادة البديلة القادرة على أن تقود المرحلة وتنهض بقدرات الشعب الفلسطيني. أنا أتفق أن العامل الذاتي مهم جدا في استقطاب الوضع العربي واستقطاب الوضع الإقليمي إلى جانب القضية الفلسطينية، لكن ضمن هذه الحالة. ولأضرب لك مثلا حيا، بالأمس ديفيد فريدمان السفير الأمريكي في إسرائيل يقول موضوع القدس انتهى، موضوع الجولان انتهى، موضوع اللاجئين انتهى، لم يبقى إلا ضم الضفة الغربية. الضفة الغربية هذه اسمها يهودة والثامرة وليست محتلة. نعم. لقد احتلها الأردنيون سنة 67 واستعادها الإسرائيليون أصحاب الحق الشرعي لها. هذا التصريح لم يأتي بأي ردة فعل من القيادة الفلسطينية، بالتالي كان يفترض أن تحترق الأرض تحت أقدام المستوطنين ضمن هذا التصريح. أنا أقول مأساة الشعب الفلسطيني في قيادته، إذا تخلص من هذه القيادة أو أفرض قيادة جديدة يستطيع أن ينهض. يا دكتور أنت تعرف أنه رغم انسداد آفاق التسوية والتدهور الحاصل وفشل هذا الخيار إلى آخره، لكن السلطة لا تزال قوية، لا تزال متماسكة، لا تزال تحكم وتأخذ تمويل كبير جدا من أوروبا والأمريكان، وهم يريدون أن تبقى هذه السلطة وهذه القيادة. هل يمكن أن نبحث عن طريقة أخرى، عن حل آخر لذلك؟ إذا كنت توجه لي السؤال. نعم بكل تأكيد سيد يونس، أنا أقول نعم، تستطيع التنظيمات الفلسطينية مجتمعة بدعم من الشعب الفلسطيني أن تتخذ موقفا جريئا بعزل هذه القيادة، بالخروج عن هذه القيادة، بعدم الالتزام بتعليمات هذه القيادة. يعني بمعنى آخر يجب على الشعب الفلسطيني وتنظيمات الفلسطينية أن تتخذ موقف صريح وواضح أن هذه القيادة معيقة للانطلاق الفلسطيني، هذه القيادة هي السبب فيما نعانيه من مآسي فلسطينية. إذا وصل الشعب الفلسطيني إلى هذا القرار، وأنا أقول لك في داخل حركة فتح هنالك من يؤيد هذه الأفكار ويطالب بتغيير القيادة، في داخل حركة فتح في الضفة الغربية الأجهزة الأمنية أنفسها منقسمة بين شمال وجنوب الضفة الغربية، أي بمعنى آخر بذور التفكير موجودة في انتظار اللحظة المناسبة. أنا أقول لك هذا هو المخرج الوحيد
للشعب الفلسطيني. نعم دكتور ناجي، من غزة كما تلاحظ معنا فإن المقاومة الفلسطينية في عام 2019 استطاعت أن تحقق نقاط قوة متراكمة في الحقيقة أمنيا وعسكريا ضد الاحتلال الصهيوني، لكن المقاومة أيضا تمر في ظروف صعبة لا تحسد عليها، هناك صعوبات وأزمات مالية خانقة، هناك محاولة لتفكيك هذه القوة بإهمالها وإلى آخره مما تعلمه أكثر منا. ما مستقبل المقاومة في هذا العام؟ هل ستكون المقاومة قادرة بالفعل على فرض وقائع جديدة؟ المقاومة الفلسطينية نابعة أساسا من قرار فلسطيني شعبي راسخ ممتد لأكثر من 70 عام مع وجود الاحتلال الإسرائيلي، بل من قبله مع وجود الاحتلال البريطاني الذي سمي زورا انتدابا بريطانيا، وبالتالي هذا القرار مضى بشكل واضح على كل الأجيال الفلسطينية. تتنوع أشكال المقاومة وتتعدد أدواتها مع الزمن بحسب التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، لذلك لا خوف على مستقبل القضية الفلسطينية من ناحية المقاومة، الخوف على القضية الفلسطينية من عملية التسوية التي أعادت القضية الفلسطينية وأرجعتها إلى مآلات سيئة للغاية. لكن المقاومة الفلسطينية في العام الأخير قد حققت إنجازات كبيرة جدا في البعد الأمني والبعد العملياتي، كان واضح هذا الأمر في عملية حد السيف التي عززتها المقاومة الفلسطينية من عام 2018 11 نوفمبر 2018، وأعلنت عن تفاصيل مثيرة خلال عام 2019، قالت بشكل واضح أن الاستفادة العميقة من كشف إجراءات العدو وأدواته وهذه الوحدة الخطيرة سيرت متكال التي تعمل على قتل المقاومين وجمع معلومات ليس فقط من الداخل الفلسطيني ولكن أيضا عبر الأقطار الأخرى. المقاومة الفلسطينية خاضت عدة مواجهات حقيقية مع العدو الإسرائيلي، وهنا الحديث عن قطاع غزة، هذه المواجهات أثبتت بشكل واضح أن ردع العدو الإسرائيلي ممكن، وأن خطوطا حمر قد تم خطها بالدم الفلسطيني لا يمكن تجاوزها. لا أحد هنا يتحدث عن مقاومة 5 نجوم، المقاومة دائما أمام صراع حقيقي مع العدو الإسرائيلي وأمام تحديات كبيرة من حيث الإعداد والإمداد والتجهيز. المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية أيضا تعاني، هذه مسألة حقيقية، لكن في النهاية نحن نتابع بشكل تام يوميا عبر الإعلام المحلي والإعلام العبري أيضا عن محاولات متعددة لشباب فلسطيني ولعمليات تجهيز وإعداد وتصنيع وتسليح في الضفة الغربية في القدس وفي أماكن متعددة في محاولات دائمة. لكن دعني أقول لك أن الشعب الفلسطيني ما لم يتحرك بشكل شعبي في الضفة الغربية لا يمكن الحديث عن تأثير مباشر على حالة العدو الإسرائيلي. أما الحديث عن قطاع غزة إذا كان هذا هو الهدف، فأنا أقول بشكل واضح أن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لديها قوة حقيقية، هذه القوة تعلن عنها بشكل مستمر أنها تستطيع أن تكبح جماح العدو الإسرائيلي، سواء في كمقاومة عسكرية، وهذا تعزز مع غرفة العمليات المشتركة التي تأسست في عام 2018 وامتدت حتى عام 2019 وللآن، والمقاومة الشعبية التي تعززت بشكل صريح ومباشر هنا في قطاع غزة بداية في عام 2018 مع مسيرات العودة ولا تزال. إذن نحن هنا نتحدث عن حالة نضالية مستمرة، هي مستمرة جزء من الثورة وستستمر بنفس الأداء. نعم. ولا يمكن الحديث عن خشية عنها في عام 2020 إن شاء الله، ويكون عام يعني تحقيق إنجازات كبيرة للمقاومة. دكتور أمجد، كنت قد بدأت حديثك في إطار واسع ونحن دخلنا الآن إلى الإطار الفلسطيني، اسمح لي أعود إلى الخلف قليلا ونتحدث عن هذا الإقليم. وطبعا نحن نعرف أن المقاومة الفلسطينية الآن تمر في حصار خانق، وهي مكون مهم جدا في القضية الفلسطينية وفي المشروع الوطني، لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، أزمات مالية، ضغوطات كذا إلى آخره، وحصار خانق منذ أكثر من 12 سنة. لكن يبدو أنه المقاومة في الآونة الأخيرة استطاعت أن تخترق أكثر من جدار، العلاقة مع مصر
تطورت أو تحسنت بشكل أو بآخر بعد الأحداث التي جرت في مصر في عام 2013-14 إلى آخره، والمقاومة أصبحت قادرة بالفعل على أن تقول أنا موجودة وأن تكون مكون سياسي وليس فقط مكون عسكري. كيف بالفعل تمكنت المقاومة من أن تكون لاعب مهم في الإقليم وتأتيها الأطراف وتجلس معها شخصيات من الأمم المتحدة وتدعوها روسيا للقاء بالمسؤولين وهكذا؟ وبطبيعة الحال ما دام هناك مقاومة فلسطينية على الأرض، هذا كما قال الدكتور فايز في البداية، هذا يحسن من نظرة الإقليم والعالم للقضية الفلسطينية. يعني ما دمت تمارس فعلا نضاليا على الأرض، ثق تماما أن موازين القوى يمكن أن تتحول بالتدريج لكي تجلس مع الأطراف الفلسطينية. وأنا لازلت أتذكر أنه في أعوام ليست بعيدة كثيرا كان منظمة التحرير الفلسطينية تصنف باعتبارها إرهاب، وياسر عرفات إرهابي كبير، وبعد ذلك إسرائيل جلست مع ياسر عرفات وتفاوضت معه، طبعا وقعت أخطاء كبيرة في اتفاق أوسلو وفي خطاب الاعتراف المتبادل إلى آخره. لكن القصد هنا أنه مجرد استمرارية المقاومة بشكل يتسم بسلامة المسار وبالاستمرار، وهذا يدعوني للقول أنه عام 2019 حتى عربيا لم يكن سلبيا بالدرجة التي نتخيلها. يعني مثلا تخيل في عام 2019 فقط حدث حراك في 4 دول عربية: السودان، الجزائر، العراق، لبنان. وأنا في تقديري أهم هذه الحركات هي العراق والجزائر. لماذا؟ بحكم أولا أنه العراق هو يمكن أكثر دولة عربية لديها قدرة، شعب عربي يتصدى للمشروع الإيراني. هو إذا أفلت العراق من المشروع الإيراني، أنا في قناعتي أن المنطقة دخلت حقبة جديدة، هي حقبة ما بعد الاحتلال الأمريكي وما بعد تمدد إيران في المنطقة. وحالة الجزائر هي الحالة التي تبعث الأمل في كل شمال أفريقيا، باعتبار أنها دولة كبيرة جدا، لها دبلوماسية معروفة، الدولة لها ثقل وازن بالنسبة لأوروبا. فهذه الدولة أنا في رأيي أنها تبث درجة من الأمل في هذا الكيان العربي. وهذا كله سينعكس على قضية فلسطين. نعم، أظن أنه هذا العام إذا صارت المسارات كما هي يعني متوقع، كما كان العام الماضي في 2019، يعني افترضنا أنه هذه الثورات العربية بدأت تحقق شيئا أكثر من ذي قبل، مثلا إسقاط حكومات، الاتيان برؤساء جدد، فتح المجال العام بصورة أو بأخرى، هذا في رأيي. وبالمناسبة صعود رئيس كقيس سعيد في تونس الذي تحدث عن القضية الفلسطينية، أنا أظن حوالي 30-40% من المعركة هي معركة وعي. يعني إذا حصلنا كما قال الدكتور فايز على قيادات جديدة برؤية جديدة، أعتقد أنها يمكن أن تغير كثيرا في المشهد. مع اتفاق أيضا مع ما قال الدكتور ناجي في أنه فعلا محور التغيير في القضية الفلسطينية يكمن في انتفاضة شعبية في الضفة الغربية. هذا هو الذي يمكن أن يخلخل موازين السيطرة الإسرائيلية على الوضع الفلسطيني. يعني هي غزة تستطيع أن تزعج الاحتلال، تستطيع أن تستمر في المقاومة، تستطيع أن تطلق صواريخ طبيعة الحال، تستطيع أن تنظم مسيرات المقاومة العودة أو مسيرات العودة الفلسطينية، ولكن فعلا الذي يوجع الاحتلال حقيقة هو الضفة الغربية، هو إحباط مشروعات الاحتلال في الضفة الغربية، سواء الاستيطان، سواء مسألة تهويد القدس، سواء مسألة الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية. لو توقعنا أو رأينا مبادرات شبابية أو مبادرات مقاومة في الضفة الغربية، أعتقد أن المشهد سيتغير. نعم، وعلى صعيد العلاقة بين المقاومة والإقليم، هل تتوقع أن تتطور إيجابيا؟ هو للأسف يعني المقاومة الفلسطينية ربما قدرها دائما أن تكون علاقاتها متوترة مع الإقليم، لأنه كما كان يقول أستاذنا الدكتور عبد الوهاب المسيري، المقاومة الفلسطينية كل القطار العربي يركب الإكسبريس في اتجاه أمريكا، المقاومة الفلسطينية وحدها تقريبا لا تريد هذا الاتجاه. وبالمناسبة الآن الثورات العربية اللي في العراق وفي الجزائر أعتقد أنها تسير في نفس الخط الذي نسير نحن فيه، اللي هو أنه لا يمكن الاعتماد على الأمريكي لكي ينجز لك وطنا أو ينجز لك تخلص من الاحتلال. إنما القضية هنا هي أنك أنت تفهم أساليب السيطرة الأمريكية والإسرائيلية وتحاول أن تقاوم هذه الأساليب. وأنا في اعتقادي أنه فشل مؤتمرات معينة زي مؤتمر المنامة وأشياء من هذا القبيل، وحتى عدم طرح صفقة القرن حتى الآن، ويقال أنها ربما تطرح، وفي سيناريوهات أنها ربما لا تطرح من الأصل، وأنه ما يراد منها قد نفذ فعلا في القدس وفي الجولان وفي ضم الضفة الغربية، في كل هذه الأمور قد استنفذ الموضوع. لكن مع ذلك خليني أقول أنه هناك فرصة للمقاومة فعلا، لكنها معتمدة في الواقع على تشجيع الشباب، هذه مسألة مهمة.
رفع الوعي هذا شيء مهم جدا. القضية كلها أنه لم يعد هناك شيء اختلف عليه، يعني هذه السلطة الفلسطينية سواء بركنيها في الضفة أو في غزة هي تواجه مشكلات وصعوبات. وفي الواقع صفقة القرن تتجاوز كلتا السلطتين، يعني هي لا تقيم وزنا لأي طرف فلسطيني. فالسؤال هو لماذا يستمر الانقسام رغم أن هناك إدراكا عاما بأن الموضوع هذا سؤال مهم للغاية. دكتور فايز، حتى لا نطيل عليكم، الآن في ظل ما هو موجود، يعني إذا أردنا أن نقيم ما حصل في العام الماضي وخاصة في التعاطي مع صفقة القرن أعتقد أن الوقت لن يكفي، ولذلك أنا أريد منك أن نتحدث في الجانب الإيجابي. هل الفلسطينيون استطاعوا بالفعل أن يتصدوا لصفقة القرن؟ نتحدث رسميا وشعبيا هذه المرة، وبالفعل أن لا يوافقوا معها، لا يتعاطوا معها، وبالتالي صفقة القرن هي صفقة فاشلة ولن تنجح. يعني إذا جاز لي الحديث عن التصدي لصفقة القرن أقول شكرا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي جسدت المواجهة لإعلان ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل السفارة لأكثر من 60 شهيد في يوم واحد. هذا بحد ذاته رسالة إلى المجتمع الدولي بأن الفلسطينيين يرفضون صفقة القرن. المقاومة الفلسطينية ومسيرة العودة كانت نموذج لهذا الرفض. لكن يعني لو عدت أنا للضفة الغربية الشق الآخر، وكما تفضل ضيفاك والأكثر تأثيرا على القرار الإسرائيلي، للأسف الشديد في الضفة الغربية لم يكن هنالك أي حراك يتكافأ أو يتوازى مع القرارات الأمريكية ومع صفقة القرن أو تمرير ما تم تمريره من صفقة القرن. كان يفترض بالشعب الفلسطيني في الضفة الغربية أن يكون نقطة الانطلاق لثورة وانتفاضة تربك كل الحسابات الإسرائيلية. بالمناسبة بمقدار ما يتحقق الأمن والاستقرار للمستوطنين في الضفة الغربية، بمقدار ما ينزاح المجتمع الإسرائيلي باتجاه اليمين والتطرف، ومزيد من الأطماع التي بدأت تتجاوز حدود الضفة الغربية إلى شرق الأردن. لذلك أنا أقدر بأن شعبنا الفلسطيني رغم ما يعاني من حصار وما يعاني من قمع وما يعاني من تعاون أمني، ما زال بقراراته ومواقفه يرفض صفقة القرن. أشكرك جزيلا. أشكرك جزيلا دكتور فايز أبو شمالة، كاتب والمحلل السياسي، مشكور على وقتك دكتور، وبالتوفيق إن شاء الله. أذهب إلى ضيفي من غزة، لم يبقى وقت معه كثير بالنسبة للأسنجي، دكتور ناجي. إذا نحن أمام واقع فلسطيني صعب للغاية، ولكن في نفس الوقت هناك من يقاوم، هناك من يحاول، هناك من يتصدى وينجح في ذلك في الحقيقة. والمقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني استطاع أن يشكل رأيا عاما ليس عربيا وإقليميا إنما أيضا عالميا رفض للصفقة، وأصبح الجميع يقول أننا ضد هذه الصفقة المجهولة وضد التعامل مع إدارة أمريكية تريد أن يعني تعطي القضية الفلسطينية كهدايا بالقطعة للأسف الشديد للاحتلال الصهيوني. يعني صفقة القرن إجمالا كمشروع استراتيجي جاءت به الإدارة الأمريكية قد فشلت بشكل إجمالي، لكن مفردات صفقة القرن قائمة ويتم تنفيذها بشكل حقيقي، بمعنى أن شخصية الرئيس الأمريكي ترامب شخصية الصفقات، بمعنى أنه يذهب إلى جملة من الحقائق يتم تنفيذها، قد تنجح بشكل كامل وقد تنجح بشكل جزئي. لكن صفقة القرن بالمفهوم الذي كانت تريده الإدارة الأمريكية، المفهوم الشامل الذي يتجاوز سايكس بيكو ويتجاوز أوسلو ليمنح العدو الإسرائيلي كيانا كاملا شاملا معترف فيه في المنطقة، مع شطب الوجود الفلسطيني بكل أبعاده السياسية والمقاومة والتاريخية، وشطب كل مقررات المجتمع الدولي والقانون الدولي والدوس على حالة اللاجئين، هذا أمر قد تم تجاوزه بشكل فعلي. لا يمكن أن يتم الحديث عن صفقة القرن كما أرادت الإدارة الأمريكية، وعربي صفقة القرن يعترف بذلك بشكل واضح، بداية من الذين يحملوا المشروع والملف في الإدارة الأمريكية إلى العواصم التي سارعت وتسارعت من أجل الحديث عن صفقة القرن ككيان واقع وحقيقي ويمكن تنفيذه سواء اقتصاديا أو سياسيا. لكن الشعب الفلسطيني حقيقة هو الذي يفشل صفقة القرن،
لأنه ما لم يقبل الشعب الفلسطيني أي حل مفروض عليه لا يمكن أن يتم تمريره. يعني نعم. يمكن للعدو الإسرائيلي أن يقتل، أن يصادر الأراضي، لكن لا يمكن أن يحصل على اعتراف بلا شك. نعم. يمكن للإدارة الأمريكية أن تقرر بضم الضفة، أعتذر منك على المقاطعة دكتور، لن تحصل عليها مع وجود شعبنا. وأنا أضم صوتي إلى صوتك دكتور ناجي، شكرا جزيلا لك، مشكور للغاية للحضور والمساهمة معنا في هذه الحلقة الدكتور ناجي الضاضة الكاتب والمحلل السياسي من غزة. دكتور أمجد، لم يتبقى معنا كثير من الوقت، ماذا تتوقع على صعيد القضية الفلسطينية في ضوء فيما لو نجح ترامب في الانتخابات القادمة في الجولة القادمة، وفي ضوء المعطيات كلها الموجودة في المنطقة، هل نحن سنذهب باتجاه مزيد من التراجع والتردي في الحالة الفلسطينية، أم أن هناك مفاجآت قد تكون في هذا العام؟ أنا أريد أن أقول إذا حدث انتفاضة شعبية في الضفة الغربية أعتقد أنه كل الحسابات كما قال الدكتور فايز يمكن أن تتغير. الأمر الآخر أنه يعني وجود رئيس ترامب أو غيابه أنا في رأيي ليس هو المشكلة، المشكلة الحقيقية هي في بقاء الحالة الفلسطينية منكشفة وقابلة لي أن تتأثر بهذه الأشياء. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى موضوع علاج الانقسام الفلسطيني، لابد أن تكون هناك عملية حوار فلسطيني، لابد أن يسهم فلسطينيون الخارج بشكل أكبر، لابد أن نحاول بناء مؤسسات فلسطينية، لابد أن يتم تفعيل إرادة الصمود لدى الشباب ولدى الشعب الفلسطيني بشكل عام، وتشجيع المبادرات الوطنية، مبادرة مثلا هنا زي مؤتمر فلسطيني الخارج، مبادرات من نوع المبادرات الشبابية، هذه الأشياء كلها يمكن أن تسهم في رفع سوية القضية الفلسطينية وتهميش تأثير المتغيرات الإقليمية والدولية. وبشكل عام المتغيرات الإقليمية أنا في رأيي تشير إلى صعود تركي وتشير إلى تراجع إسرائيلي وتراجع إيراني، وهذا قد يكون في مصلحة القضية الفلسطينية. يعني إحنا لم نركز كثيرا على أزمة إسرائيل، في الحقيقة المشروع الصهيوني لأول مرة يواجه هذه الأزمة من هذه النوعية التي يخفق فيها المقاومة الفلسطينية علاقتها بإيران جيدة، يعني كيف سيكون التراجع في صالحها؟ ربما هذا يحتاج إلى حلقة نقاش أخرى ربما، لكن أنا في تقدير الشخصي أن القضية الفلسطينية تنهض على ركيزة ذاتية وداخلية. نعم. وفي التحليل الأخير المشروع الذي يتوافق معنا إلى حد كبير هو المشروع التركي، يعني هو هذا الخط الذي يمكن أن يبني القضية الفلسطينية. أنا في اعتقادي أن المقاومة المسلحة هي شيء مهم جدا، لكن مرتبطة بتوفر شروط حق عربية وهي شروط غائبة للأسف. بلا شك دكتور أمجد جبريل، باحث متخصص في الشؤون العربية والإقليمية، كنت معنا في الاستوديو، مشكور على حضورك دكتور، وإن شاء الله نلتقي في لقاءات أخرى. نحن معكم إلى زهرة المدائن، وفي هذا اليوم نتحدث عن الاستيطان والاستيلاء على المنازل والبيوت في حي سلوان بالقدس المحتلة، فإلى هناك. سلوانية، أنا اسمي أمل القاك، أمل محمد خليل القاك، دار أهلي من دار القاك معروفين، أبو كلبين والعلوات، وجوزي محمد سمرين إلي أنا هلكيتي، متجوزته 40 سنة لجوزي. طب أنا عشتن معه هان، من وين أجوا هذول طلعوا لنا اليهود والمستوطنين؟ ما بعرف. صح صح. اسمها؟ أنا اسمي أحمد محمد محمود سمرين، من سكان قرية سلوان، ولدت في هاي القرية وخصوصا في هذا البيت. من سنة 90 دخلوا المستوطنين على سلوان، فطلعنا نطلع نشوف شو في، الساعة 1 في الليل كانت، لهم مستوطنين شايفة طلعين باب الدار والقوات الخاصة معاهم. هلا طلعت بحكي لهم شو في، ليش انتوا هون، يعني شو في خير ان شاء الله؟ لو بحكي لي هون إلكم وهون إلنا. قلت له على أي أساس يعني هون إلكم وهون إلنا؟ الدور دور أبونا، أنتوا يعني من وين جيتونا؟ شركة اللي هي صندوق أراضي إسرائيل بتكون بدعم الشركات الاستيطانية الصغيرة مثل إلعاد، هيموناتا، بتمولها اللي تطلع، يعني هم بيجيبوا تمويل خارجي من برا إسرائيل وبيعطوها للشركات الصغيرة يعملوا فيها منتزهات، عقارات على حساب أراضي العرب، يعني يخلوا العرب من بيوتهم وأراضيهم وبيساووا معها منتزهات. زي اليوم إحنا يعني هاي كانت الأرض إلنا وفي أراضي لجيراننا، اليوم عملوا منها إشي بسموه عير دافيد، يعني منطقة سياحية، بيطلعوا الناس وبيسكنوا محلهم أو بيجيبوا محلهم أجانب. عرضوا علينا إنه نأخذ بيوت في بيت صفافة، عرضوا علينا إنه نأخذ سيارات جبات كمان، وتعالوا بس اتنازلوا عن الدار. أنا قلت لهم مستحيل، لو بموت
وهددوني عدة مرات، هددوني أنا الأم هددوني. تخوفي زي ما أنا كنت خايف زمان كانوا يرمونا في الشارع في يوم من الأيام مثلاً، نفس الإشي بخاف على أولادي إنه في يوم من الأيام كمان يرموهم في الشارع. يعني الواحد أولاده أغلى إشي، يعني أنا بشعر بالشعور اللي شعرين أولادي لأنهم عاشوا نفس الفترة اللي إحنا عايشينها. إذا مكابرنا يا بنت الحلال مش خلصانة منهم المكابر، بدهم يكحفوا الموات ويكبوهم سوا منتزه. والله الله قالها هاي. بخصوص قانون أملاك الغائبين، هو قانون ظالم، يعني حطته إسرائيل عشان تأخذ الأراضي الفلسطينية اللي تهجروا بالسبعة والستين، بما إنهم طلعوا على دولة عربية بعدوها دولة عدو مثل الأردن أو هذا، كانوا يأخذوا أراضيهم للناس اللي تهجروا. ما يحق لهم، هذول لازم ينطردوا من هان. لو في قانون مزبوط من الحكومة هذول ممنوع يقعدوا هان، وهذا الكلام بحكيه بعلى صوت بخافش، هذول ممنوع لأنه مش أرضهم، هذه أرضنا، فكيف قعدوا فيها ولسه بدهم الدار؟ الله أكبر، وين صارت هاي؟ أنا من ناحيتي لا، مش راح أطلع إلا على الموت، من هون على المقبرة. والآن إلى ذاكرة فلسطين، وحديثنا اليوم عن جيش الإنقاذ العربي الذي تشكل في عام 1947، فإلى هناك. من جنسيات عربية اجتمعوا، وكان الهدف هو الزود عن مصر النبي بكل ما في اليد من حيلة، فصار الواحد منهم مجرد رقم ضمن أرقام محفورة على مقبرة. جيش الإنقاذ العربي عام 1947. جيش الإنقاذ هو اسم أطلق على وحدات المتطوعين من البلاد العربية الذين قررت اللجنة العسكرية للجامعة العربية إرسالها إلى فلسطين على إثر اتخاذ الهيئة العامة لقرار تقسيم فلسطين في 29 من تشرين الثاني عام 1947. تقرر تعيين فوز القوقجي من مواريد طرابلس بلبنان قائداً أعلى لوحدات جيش الإنقاذ. عارض الحاج أمين الحسين الزعيم الفلسطيني الأبرز آنذاك هذا التعيين، وحاول عبثاً إقناع أعضاء اللجنة العسكرية للجامعة العربية بأن يتولى القائد الفلسطيني عبد القادر الحسيني قيادة المتطوعين، ولكن مطالبه هذه وقعت على آذان صماء. عندها أعلن المفتي عن إنشاء وحدات فلسطينية مستقلة بقيادة عبد القادر الحسيني. دخل الأراضي الفلسطينية فوجان من جيش الإنقاذ. الأول كان فوج حطين بقيادة مدلول عباس وتمركز في قضاء طولكرم. أما الثاني فكان فوج الحسين بقيادة عادل نجم الدين، وكان مركزه داخل مدينة يافا. ميدانياً عانى جيش الإنقاذ من مستوى معنوي منخفض بعد الاحتكاكات الأولى التي جرت مع القوات اليهودية، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الفرار من الخدمة لدى أفراده. أما قوات المتطوعين المصريين بقيادة أحمد عبد العزيز فكان أداؤها أفضل إلى حد بعيد من أداء جيش الإنقاذ، وحققت نتائج جيدة في عدد من المعارك التي خاضتها، إلا أن فاعليتها تراجعت بعد استشهاد قائدها أحمد عبد العزيز برصاص جندي مصري عن طريق الخطأ في آب عام 1948. خسر جيش الإنقاذ والجيوش النظامية أمام العصابات اليهودية، ووجدت مئات الجثامين لمقاتلين من جنسيات عربية مختلفة محتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية فيما يسمى بمقابر الأرقام. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها.
وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. هذه تحيات فريق العمل. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.